يقول أعمل موزع في بيع الأواني المنزلية، أمر على أصحاب المحلات والمعارض وأعرض عليهم عينات أواني منزلية، منهم من يطلب كرتونا ومنهم من يطلب أكثر من كرتون أو أقل من كرتون، وأسجل لهم الأغراض، وبعض الأغراض موجودة عندي وبعضها عند تاجر، وأجمع لهم الأغراض وأسجل لهم الأغراض، فما حكم ذلك؟ لا، ما يجوز لك تبيع شيء ما هو عندك، ما تسجل إلا الذي عندك، اللي ما هو عندك لا تسجله، ما يجوز لك تبيع شيء قبل أن تملكه. نعم.